رأيي إن إحنا ممكن نوصل لتسوية ترضي الطرفين. محدش فينا عايز يوقف المراكب السايرة. المراكب السايرة بتقف لما اللي سايقها بيبقى مش فاهم يا أستاذ علي. إيه ده؟ ثانية واحدة. السنة الجاية إن شاء الله هاجي عن خيط حرير. أنا عارف إن أنت مبسوطة والناس كتيرة جدا مبسوطة. المسلسل عامل حالة حلوة جدا. مي عز الدين أول مرة أشتغل معاها. الحمد لله يعني شغلنا مع بعض وصل للناس بالشكل ده. وطبعا ده مش لوحدنا. ارجع تاني انا وياسر جلال نلعب زي ما لعبنا في ظل الرئيس، وهنلعب ان شاء الله مع المخرج العبقري احمد صالح وتاليف احمد عبد الفتاح ظل راجل واخراج احمد صالح انا قلت، وانتاج طبعا برضو الشركه المحترمه سينيرجي.